تشهد المسابقات الخاصة بمصممي المجوهرات رواجا بين محبي هذه المهنة، آخرها كانت مسابقة وطن من ذهب والتي شارك فيها أكثر من 60 مصممة. السؤال اليوم عن فرص الشباب في هذا المجال والخطوات التي يجب أن يتعلموها. ضيفتنا هي فاتن العمري المصممة الفائزة بالمركز الأول. بداية فاتن، أحب أهنيك صراحة وأبارك لك حصولك على المركز الأول. ثاني شيء أقول لك أهلا وسهلا، منورتنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا فيك والله يبارك فيك. ألف مبروك، والله تستاهلي. طب فاتن، أكيد يعني في الله البداية يسلمك. أسألك عن الخطوات اللي مريتي فيها عشان توصلي لهذا المستوى الجميل في تصميم المجوهرات، وخصوصا أن مجال تصميم المجوهرات مو سهل أبدا. تمام. أنا بدايتي صراحة من زمان، يعني من 2009 2010 تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. يعني خلصت دراستي وعلى طول حاولت أدور دورات ورش عمل في تصميم المجوهرات. أول إعلان لقيته أتذكر بجريدة كان عن إعلان دورة، وكنت أول مرة أشوف صراحة أنه في دورات تقام لتصميم المجوهرات. وعلى طول حاولت أني ألتحق بهالدورة، كانت في مدينة الدمام مع مصممة الأستاذة إيهاب عبد المحسن. وانطلقت من هذيك الدورة، حسيت أنه خلاص هذا مجالي وهذا شغفي، وخلاص من بعدها اي جميل. بدأت أخذ دورات، أهتم بدراسة المجوهرات بشكل عام، شهادات بهالمجال بالذات. يعني ما شاء الله تبارك الله، بدت معك هواية ولاحقا درستي هذا المجال وتخصصتي فيه. نبي نعرف ايش اختلف صح معك بعد ما ربطتي العلم بالموهبة. زي ما قلت لك، أنا ما كنت متوقعة أني ممكن أمشي بهالمجال لأنه ما كان فيه صدى مصممات المجوهرات بهذاك الوقت، اي يعني إلين فترة قريبة، وكنت نادرا يعني ممكن اسمع انه في مصممه او لا. يعني حتى لما كنت رايحه لهذه الدوره اللي خذيتها اول دوره لي كان عدد بسيط جدا، وما سمعت بعدين انه في مصممات مجوهرات طلعوا. اتوقع كان في صعوبات السنوات اللي فاتت، وهو اللي هو طريقه ابراز مصممه المجوهرات السعوديه، لأن كمان المصممة شلون راح تبدأ، كيف راح تشتغل، يعني اتجاه المصممة أول ما تطلع يكون عندها موهبة وأوكي وخذت شهادة، بس وين راح تروح بعد كذا، يعني وين راح تصمم، بأي جهة، وين تعرض هذه التصاميم. أكيد راح يكون يعني علي؟ بداية مشروع خاص فيها وتملك بوتيك خاص فيها تعرض في تصاميمها. وشفنا يمكن كثير من المصممات في الفترة هذه ما شاء الله تبارك الله عندهم بوتيكات وأيضا بيبيعوا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. طب اليوم أنت تصممي على برامج خاصة بهذا العمل، فنبي نعرف منك فاتن إيش المعايير عادة لأي تصميم في المجوهرات، لأنه مو كل رسمة نشوفها ممكن تكون قابلة للتنفيذ وممكن تلبس في نفس الوقت. صح. بالنسبة للموضوع عن طريق الدراسة، الدراسة هي اللي راح، يعني أنا عندي ضعف تصاميمي كنت أتوقع أنها ممكن تنفذ، لكن بعد ما وريت الأساتذة كانوا يعلمونا كمان على هذه النقطة المهمة، أن المصنع ما راح يقدر ينفذ لك أي قطعة أنت تبينها في معايير معينة، في مقاسات معينة، في أوزان معينة، وكل بلد طبعا وكل مصنع له معاييره الخاصه. اي جميل جدا. طب كلميني عن تصميمك اللي فاز بالمركز الاول بين ما شاء الله تبارك الله 60 مصممه شاركت في هذه المسابقه، ايش كانت الفكره؟ وكمان حكيني عن اجواء المنافسه. اول شيء الحمد لله، وارجع ثاني مره اشكر المنظمين على المسابقه. صراحة أول شيء كانوا طالبين مننا معالم من المملكة العربية السعودية،
يعني تختار المتسابقه معلم من معالم السعوديه او منطقه من مناطق المملكه السعوديه وتبدا تصمم شيء خاص فيه. انا اخترت منطقه الجنوب، منطقه النماص تحديدا، وحبيت اخذ اكثر اشياء معروفه عندنا بالنماص اللي هي الجبال، الضباب، فن القط العسيري، والقلاع والمباني اللي عندنا اللي لها شكل مميز، الحجريه. ف قلت ليش ما اضمها كلها بتصميم واحد؟ وما حبيت انها تكون قطعه مثل يعني قلاده او خاتم او اسواره. قلت بغير شوي، بستخدم البروش بحيث ان كلا الجنسين يعني يقدرون يلبسونه، حريم رجال. قاعدين نشوف التصميم صراحة أكثر الآن، من أنا مش رائع. شايفة شيء. أنا قاعدة أشوفه الآن ومعروض معانا، مشاهدين أيضا بيشوفوا التصميم، صراحة أكثر من رائع. أهنيك على الفكرة، يمكن يعني هذه تبرز هوية وطننا وتراثنا في نفس الوقت. أي شخص إذا لبسها راح ينعرف أنه من منطقة الجنوب. صراحة فكرة رائعة ومبدعة، ويعطيك ألف عافية عليها. طب قد ايش هذا المجال فاتن فيه فرص للشباب؟ قد ايش تشجعيهم للدخول فيه؟ وهل المنافسة فيه قوية ولا لا؟ الآن خلني أقول في السنوات الأخيرة، الآن طبعا في اي منافسة يعني، ومش بس خلنا أقول مو بس الفتيات السعوديات، أيضا في شباب سعوديين متجهين لتصميم المجوهرات. والله ما شاء الله تبارك الله. صح. وحابة أقول لك يعني بالنسبة لدراستي، أنا درست في دراسة في معهد في الإمارات، الأكاديمية العالمية للتصميم، World Academy of Design. كان في أي مصممين من مختلف مناطق العالم. صحيح، لكن مين كان الأكثر ومين كان الأبرز؟ شباب السعوديين. صح. أي أدري. نسبة كبيرة، أي نسبة كبيرة. أي وسبحان الله، خلينا نقول ما شاء الله، يعني مصممات سعوديات، كل مصممة سعودية ماسكة خط معين ماشية فيه. جميل. وانت ما شاء الله تبارك الله مبدعة في اللاين اللي قدمتيه، شفنا اغلب تصاميمك اكثر من رائعة وناعمة، ونتمنى لك يعني صراحة مستقبل كبير جدا في عالم تصميم المجوهرات، لانه فعليا يمكن الفترة هذه والفترة الجاية نحتاج براندات سعودية عالمية. صح. بتصميم بأيادي أيضا شابات وشباب سعوديين. يعطيك ألف عافية فاتن، واتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال، وعقبال إن شاء الله نجي نزورك في البوتيك الخاص فيك. إن شاء الله يا رب بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل الإسعافات بتتعلم متى تعرف تتعلم على الإسعافات الأولية، ولازم نعرف متى نحتاجها بعد الفاصل.